قلته واستهدفوا فيه شبابنا، وترى المشكلة ما هي بس عندنا في السعودية، في الخليج وأجزاء كبيرة من الوطن العربي ودول من الشرق الأوسط كاملة، أنه بثت فيها هذا الإشكالية وبدوا إيش أنهم يخلونه هو يصير المخدر اللي يطلع على السطح ويصير المخدر الرئيسي الشعبي لكل الناس. أول شيء لأنه تصنيعه سهل ويصنعونه في الداخل، الشبو أو يباع بسعر رخيص، وسعره جدا رخيص، لأنه أنتم بكرامة والله يكرم المجلس والملائكة أنه يسمونه زبالة المخدرات، لأنهم يصنعونه من مواد رديئة جدا تعتبر الزبالة الزبالة، المواد اللي هي كيميائية والرديئة بعد. يا سلام. فهو تصنيعه سهل ويصنع داخليا في كثير من الدول ومن ضمنها حنا كذلك، انه رخيص كذلك، ادمانه شديد. يعني ليش استهدفوا المادة هذه؟ عشان يوصل من جرعات بسيطة، ما بقول اول جرعة لكن خلال جرعات بسيطة يوصل الى الادمان الشديد. طيب ليش يوصل الادمان الشديد؟ لأنه إيش؟ يبدأ يطلع الشخص من حالته اللي هو فيها، يا أنه خايف يا أنه يبحث عن متعة، هو الطريقين هذه اللي يروح يتعاطى، يا أنه خايف عنده خوف عنده مشاكل وعنده آلام وعنده ضغوط داخلية أو فكرية، هذا في سن معين، فالمراهقين لا لهم دوافع أخرى، لكن في السن اللي أكثر من المراهقين يكون خايف من أشياء معينة في حياته أو مشاكل معينة في حياته أو ضغوط أسرية أو إشكاليات مهنية مالية قانونية أسرية اجتماعية طلاقات الأشياء، فعنده مناطق خوف كثيرة، أو أنه يبحث عن متعة، في الثنتين اللي تخليه يروح يتعاطى. فإذا تعرف على الشبو إيش سوت له الشبو؟ يوقف عنده كل هذه الأشياء ويطلع العالم آخر، احنا نسميه عالم موازي، تشوفه بطريقته وبأسلوبه بحركاته بانفعالاته بردود فعله بأفكاره بكل شيء، هو في منطقة أخرى، حتى يعني صاروا يسمونهم الزومبي. تمام. لكن حقيقة لأنه هو أصلا فصل كل، لأن الشبو يستهدف الشو المنطقة المركزية للأعصاب. الزومبي طبعا يقصد به، نشوف في بعض الافلام اللي يمشونهم يمشون بالشكل هذا. لا مو مصاص الدماء، لا يختلف. الزومبي اللي يجون يمشون ويعتدون على ما، هذا فعلا نفس، سبحان الله شفنا نفس. فهو دام طلع لهالمنطقه ايش يصير عنده؟ يصير عنده انه ما يبغى يرجع للحقيقه، فيصير الاعتماد جسدي، يعني في الوهم. يصير اعتماد جسدي اول شيء، الخليه في الجسد وكيمياء الجسد تطلب، بعدين اعتماد فكري، الأفكار اللي تطلع معاه وهو متعاطي أفكار خذ وخل، اعتماد نفسي سكتت الآلام النفسية، اعتماد على مستوى المشاعر والأحاسيس، مشاعره وأحاسيسه أصبحت في منطقة مختلفة على قبل التعاطي. هو في خلال ما أقول لك أول جرعة عشان ما، لكن خلال جرعات بسيطة يمكن ما يعدي الشهر شهر ونص إلا هو واصل الإدمان الشديد. أعوذ نسأل الله السلامة. أول كان يمكن يعني على زمننا وزمن الأولين كان بعض الناس اللي عنده سلوك خاطئ زي هذا تلقى ياخذ 25 سنة ولا 20 سنة، لأن ندري إن فلان عنده مشكلة في هالمواضيع. هذا ما يكمل شهر. هذولا الحين أصبحوا في ناس خلال سنتين وصلوا إلى منطقة الذهان اللي ما يتحمل انه يتقبله الا مراكز علاجيه ويغفل عليه بالقوه. خلال اقل من سنتين في ادمانهم اصبحوا في منطقه نسميها في الادمان الاحتراق، احترق خلاص فصل فيوزه. يا سلام. بالعربي الله يرحمنا وياكم يا ربي. ابو علي هذه الماده اسلم لابد انا اقولها كذا واتحمل الكلام اللي اقوله، اي شخص يعرف أو يكتشف أو أي شيء أنه عنده شخص قريب بعيد جار صديق هذا أنه يتعاطى هذه المادة لابد أن يأخذ العلاج بالقوة أو يبلغ عليه، لا تعطيه لا تشاوره، حماية له، حماية له. نعم. على فكرة ترى إذا حمينا واحد، كل واحد فينا حمى واحد، حمينا عشرة، أنهينا. حمينا مية، حمينا ألف،
هذول حمينا المجتمع، حمينا أنفسنا، خففنا 100 قضية من المحاكم، خففنا 100 قضية من الشرط، خففنا 100 مشكلة أسرية، خففنا 100 طلاق، خففنا 100 اعتداء على الأب والأم، يعني شاركنا. نعم. لا وترى مهم يعني في الناحية هذه، يعني ممكن البعض يعني العاطفة تغلب عنده، أنا أبلغ على أخوي، أنا بمعقول أبلغ على عمي، على خالي، على كذا. أنت ما بلغت عنه مثل اللي تركته يشرب في نظره هو اللبن اللذيذ اللي فيه سم، فتركته يشربه لين تمكن منه وقتله. أنا أقول إذا أنت تحب أخوك، تحب عمك، تحب خالك، تحب جارك، تحب اللي حولك، تحب أبوك، تحب اللي ممن أصيبوا، إذا تحبه فعلا بلغ، بلغ مباشرة. الدولة يعني تسعى جاهدة في ترتيب هالأمر وعلاج المدمنين وإيجاد مجتمع يعني صافي مصفى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا ونساءنا وأن يحفظنا جميعا من كل شر.